معلش يا جماعه طبعا الفتره الجايه هشوف ورق التكتيك ولا يهمك. طيب انا هحاول برضو ما اكلمش كل جداول الخط كده. هو ده بالذات لازم يكون جدول حتى لو انت مش معجب، لان هو بيتذاكر مع بعض. في اماكن ثانيه ما فيهاش ايه؟ مع بعض. الاول بص بس معايا قبل ما نشتغل كده. كلمه مفيش حاجه الله يكرمك. قال لا بقول لك لان الجدول رغم ان هو مليان محتاجينه وش وظهر. ايوه. الدوريتك يا ولاد يعني مديريات البول صح؟ انا عندي كام دواء في وش الجدول؟ اربعه. ايه ولا معايا اسماء الادويه بس؟ او ده اسمه ايه؟ سايازاي. التاني اسمه ايه؟ لوك دوريت. التالت اسمه بوتاسيوم سبيرنج دوريت. اسمه كده كي سبيرنج او بوتاسيوم سبيرنج دوريت. الرابع يا ولاد اسمه كربونيك انهيدريت ايه؟ انهبيتورز. هتقولي ايه اسماء الادويه الغريبه دي؟ انت لما تدرسها هتحس ان كل دواء ماشي. عش في دواء خامس مش موجود في الجدول ملوش مكان اعمل ايه؟ بص اعمله كده. شايف الخانه الاخيره دي؟ طبقها إيه؟ كده واحجز مكان للدواء الخامس. هو صغير الحمد لله. حصل ان هو كله اربع سطور بس مش النهارده. يعني تعرفت هتعمل ايه ولا لا؟ اخر كانه اعمل كانه انت كده كده اهو. قول له هنا رقم خمسه اكتب اسمها بس. اوزموتيك ديوريت. اكيد كلمه اوزموتيك ولا لا؟ بص له اسمه زي بلكان. ايوه لا كبرها كبرها براحتك كده اهو معايا خدي بس بقى هنا ولاد كان خمسة وانت بتذاكر لمجموعة اسمها اوزموتيك ديوريتيك. يبقى انا كده باذن الله عندي خمسة جروب للديوريتيك. خمس مجموعات في الديوريتيك. يعني ايه كلمة ديوريتيك بقى؟ طبعا لما اشرح دلوقتي بص الحصة دي كلها مش الحصة الجدول ده كله مبني على رسمة واحدة. الرسمة دي لو ما فهمتهاش مش لازم قطع الجدول وضحك بالدرجات الدرجات خلاص ضاعت منك. لا هنا لو الاولاد عرفت الامتحان كام درجه؟ مش عارف. ايوه لانه ده محاضره كامله. هنعد له بقى في الاخر محاضره تاخد كام؟ اقسم بقى 90 على 12 يبقى كل نصيب كل محاضره 9 على 12 فكام؟ اللي بيحصل رياضه يعني 10 رياضه. يعني 9 على 13 يا عم. 9 على 13 فكام؟ احسبهم طلع الرقم. الرقم ده رقم ريد. 7 درجات؟ 8 لا ده درجات شويه صغيرين دي درجات ولا لا حلوين. طب اسمع بس. طيب الحته الاولى فيسيولوجي. طبعا ما بتحبوش الفيسيولوجي مش مهم. هو كان بيحبكوش. فدلوقتي 10 علم بس اللي انا عايزه كله. اي حاجه مش عايزها مش هقول. انا دلوقتي هرسم بقى في دار الجدول ده ايه؟ الرسمه في دار الجدول عشان برضه الناس اللي مش بتعرف ترسم بعد الحصه عند عمك احمد المكتبه تحت. لا السنه كان فيه ابداع ما تزعلوش منكم. اللي ما بيعرفش يرسم ما بيعرفش يعمل اي حاجه محتاج بس يبقى صار ده الجدول. الرسمه ايه؟ خط جميل فنان اهو. رسمه جامده. السنه اللي فاتت كانت الاولاد بيكتبوا ورايا الرسومات والكلام من ده. ادي رسمه ايه؟ مش انا طبعا عشان ما اظلمش نفسي. اللي عايز بص الواد ما بيعرفش يرسم زي حالاتي كده انا ما بهتمش باي حاجه ايه خطها حلو عشان ايه؟ يعني كده تبقى حلوه. فده الرسمه اللي انا هرسمها. فانت بص هترسمها بايدك طلعت حلوه فهمت منها انضف حاجه. طب مش في حاجه في الامتحان طلعت تمام وحش مش فاهم حاجه افهمها في الحصه بس وبصورها بعد الحصه متفقين؟ يعني انت مهمتك النهارده ايه؟ تركز قبل ما تكتبش حاجه. الرسمه دي بتاخد كل شرحها ربع ساعه بس اهم حته في الجدول كله. لا هي بتاخد خانه. بص تكتبها انت ترسم الجدول. انت ممكن حجزت خانه اوزموتك خلاص بقيت الجدول فاضلك يا عم انت عايز. بسم الله الرحمن الرحيم. الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني از نفرون. لا يونت ايه؟ يونت ده بيتكون عيب. الفانكشنال يونت اوف ذا كيلا هو النفرون يا اولاد. عارفين نفرون؟ الوحده الوظيفيه للكلى. بيتكون من ايه؟ انا هسمي لك مره طبعا انت المفروض الكلام ده عارفه بس انا معلش هتعب فيه شويه. ما ترسمش الا لما اخلص.
ان الرسمه دي مش مشروعه عليا في السيرجي بس، السيرجي ثم فرق. فلو فهمت النهارده هتلاقي كل المكتوب عندك ده ماشي مع بعض. الجدول ده كان عليه عزو قوي. سهل. اسمع بقى. الديناصور الكبير اللي هرسمه اهو هو اللي عامل ازاي كده؟ حلو. ما ترسمش دلوقتي. لا بس عشان تبقى رسمه شكلها حلو. انا عيبي ان انا ما اعرفش ارسم اصلا. ما اعرفش اكتب. بص يا ابني نفرن ده شوف. حتى هنفرده عشان نسرع عليه. مش عايزين نعمل لكم كونفليوت زي ما انتم بتشوفوه في كتب التلفزيون. قال لكم نفرن ده. بص بس معايا ركز كده. شايف ده ايه يا ولد؟ نازل هنا ضيق هنا واسع. انا عايز افهم انت كلام عيني. ده تجميعات الفوتو اس 3 كده. ده اس 3 شكلها طبعا. طبعا هنا بقيت ناس بنوك او تعمل دكتور اسمه هيلي. عارفه؟ هيلي. هيلي ده عمل روب سماه باسمه. انا خلصت قرايه زودت فيه الحاجات اللي هو زياده رحت محطها فيها. بص يا سيدي عشان ما افتحش المحاضره هنسمي الاول كده بيني وبينك اسماء الاماكن. الحته دي اسمها محفظه بومنز زي ما تعرف الحياه. اسمها بومنز جاتسو والمنطقه كلها اسمها جولوميو رولار. وغالبا اللي بيحصل فيها انا كده مش عايزها هكفر مخي عنها فلتريشن للدم. حتى في مصطلح اسمه جي اف ار سمعت عنه؟ جولوميو فلتريشن ايه؟ دي اول مكان في النفرون ما يخصناش قوي لان مش هجيب سيرته. المكان اللي يخصنا لحد بكره مهم جدا المكان ده اهو اسمه بروكسيمال كونفليوتد تيبيول. سمعت الكلمه دي قبل كده؟ بروكسيمال كونفليوتد تيبيول بيقولوها اختصارا بي سي تي. ماشي اكتبها مره لنفسك كده. بص بس معايا عشان نرسم دلوقتي قول اسمها بي سي تي يا دكتورنا او اسمها بروكسيمال كونفليوتد تيبيول. طبعا اول مكان في النيفرون بنحصل عليه شغلة يخصنا في الفرن اسمه بي سي تي عشان لما تشوفها مكتوبه على كده ما تعرفش ايه تدور. اختصار متفق عليه على فكره مش جايبه من بيتنا يعني. اسمه بروكسيمال كونفليوت تيبيول. في الجلد اسيت النفرون كلها اسيت الكلى كلها حالات. يعني ايه؟ اف من سمات خمس سكر. طب اشتكي لحالك. لو حاله كبيره اختار لي دواء. وده كده انت فاهم كويس. معلش انا مهمتك كده ده كده مش حلو. ده اسمه بي سي تي. ده عمك دكتور اسمه هنلي اسمه كده هنلي. هنلي ده يا جماعه لقى فيه لوب لوب على شكل حرف اليو اهو يو اهو صوت يا جماعه فسماه لوب اوف هنلي. لوب ده يا ابني فيه ديسندنج ليب واسندنج ليب. فاكر الكلمه دي زمان؟ ده اسمه ديسندنج اهو اللي لسه غلط وده اسمه ايه؟ اسندنج. عارف معايا؟ يبقى عندي بروكسيمال تيبيول او اسمها بي سي تي وعندي لوبو فيني ديسندنج واسندنج ثم دي اسمها دي سي دي. ادي دي اسمها بروكسيمال البيت اسمها ايه؟ اكيد ده عكس بروكسيمال ايه؟ ديس بيسموها ديستال كونفليوت تيبيول اسمها دي سي خلاص. دي سي تي ديستال كونفليوت تيبيول. ثم اخر حته في النفر اسمها كوليكتنج دكت. حتى اسمها كوليكتنج دي عبي بقى بتلم اسمها كده كوليكتنج دكت او كوليكتنج تيبيول. اذا يا شبابنا الاعزاء عندي كم مكان في النفرون؟ تقريبا خمسه. لا ما الجلوميرولاي ما عدناهاش ماشي. اول مكان اسمه جلوميرولاي اسمها بومنز كابسول سيبك منها. ثم اقرا معايا مره. انا حاسس اني ما ينفعش اذاكر في البيت. دلوقتي وانت قاعد ما ده فيسيولوجي عايز تاكل في البيت لوحدك عارف فيسيولوجي؟ ركز معايا الصبر عشان ايه؟ دي اسمها بروكسيمال كونفليوت ايه؟ ده اسمه روبو في ايه؟ السندن طبعا ترانزفيرس ده مش عايزه. ده اسمه ايه؟ مش هو. وده اسمه ديستال كونفليوت تيبيول. وده اسمه كولكتنج ضغط او كولكتنج تيبيول. ماشي انا هختار ما يخصني في الفيسيولوجي للفرم. كمان مش هشرح الفيسيولوجي بجد. هختار اللي يخص الفرم بس. انا دلوقتي يا جماعه ايه وظيفه النيفرون ايه؟ وظيفه الكلى ايه؟ فلتريشن بتنقي الدم من ويست برودكت صح؟ طبعا الكلام ده كله بينزل في اليورين على ايدي ايه؟ ويست برودكت بس يتكون في اليورين يعني. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان اهم وظيفه للكلى ان تكون يورين. من خلال اليورين ده هيحصل اكسكريشن لاي حاجه زياده عن الجسم ومن خلالها بيحصل وظائف الكلى. اهم وظيفه للكلى تكوين يورين ازاي بقى؟ هو ده السؤال؟ الناس كانت تقول زمان عمر الدم هيبقى ميه. لا يا حبيبي الدم اصلا كله ميه. تقول لي ازاي؟ والله ما بهزر. الدم جاي هنا للكلى عن طريق هنا اسمه افرنت. تفاصيل كبر مخك عنها يا سيدي دلوقتي. اسمه افرنت يعني ايه؟ افرنت يعني ايه؟ رد عليا. طيب معلش
انا هقولها النهارده مره شافوا جدا لاني هحتاجها قدام تاني. افن يعني دواء افكر من افن اصلا في اي حته يعني جاي للمكان اسمه ايه؟ ايه يعني ايه؟ افن في كلمه مقابله اسمها ايه؟ عرفتها؟ ايوه افرنج يعني ايه بقى؟ طالع خارج تفرق معانا؟ تفرق جدا. الجهاز دي تفرق ازاي؟ يا ابني الدم بيجي للكلى يتفلتر عن طريق ما يسمى ايه؟ افرنج ويخرج من الكلى بعد ما يتفلتر عن طريق ايه؟ افرنج. حلو قوي فكر معايا بمخك انت عايز الافرنج مفتوح دايما ولا مقفول؟ ايوه عايز دايما مفتوح ليه؟ عشان الدم يجي للكلى بسهوله. افهم معايا عايز دايما باب دخول الكلى يبقى مفتوح ليه؟ عشان الدم يجي للكلى بسهوله. فالكلى طبعا الدم كله يجي يتفلتر. وعايز الافرنج دايما مقفول عشان ده الدم ما يهربش من الكلى يتفلتر الاول ثم يرجع. فاهم؟ تعالى طب المشكله لو كان ده كمان مفتوح الدم هيهرب قبل ما يتفلتر تبقى كارثه. عارف ده مرض اسمه ايه؟ فشل كلوي. معلش يفوق معايا انا الكلام ده مش هخص الكلام في حاجه بس هينفعنا جدا لما اجي اشرح مرض اسمه هايبرتنشن ان شاء الله. خلي بالك الجزء اللي جاي ده ليك انت كصيدلي. عارف احنا لو معانا وقتنا والله كنت تتبسط اكتر بالظبط. ليه بقى؟ انت راجل هتروح النهارده تدور على الدواء دي في الصيدليه تسمع دواء اسمه لازكس هتشوف واحد النهارده الاخيرا تسمع دواء اسمه اكزامايت في الصيدليه موجود كل ادويه الصيدليه النهارده منوره. طعم السم فين في علاج الضغط مثلا؟ فهنا لازم نعمل الكلام ده تفاصيل ليك انت كراجل صيدلي. يبقى افرنج يجيب الدم عشان يتفلتر لازم يبقى كله مفتوح والافرنج بياخد الدم من الفلتر يمين يبقى مفهوم. تقول لي طب ده بيحصل؟ ايوه في الفسيولوجي بيني وبين في ماده اسمها مش عارف سمعتها قبل كده ولا لا اسمها بروستاجلين. بجد؟ ما انا طبعا مش واثق لان كنت بشرحها السنه اللي فاتت الترم الاولاني فبقول له بروستاجلين بيقول لي مش عارف اشتم انا شرحها لا فكويس انتوا عارفينها من نفسكم. بروستاجلين دي يعني موجوده هنا بتعمل فاز ودايلاتيشن نعمه من ربنا نعمه توسع الافرنج تجيب دم. وفي ماده انت ما سمعتش عنها ولا لا معرفش اسمها انجوتنسين 2. انا اقول لك اهو اسمع معايا بقى انجوتنسين 2 ده بتعمل فاز وكونستريكشن للافرنج. اسمع بيني وبينك اهو يا عم انجوتنسين 2 اسمها كده وخلاص هتيجي في مكانها على طول التفصيل. انجوتنسين 2 فاكر انجوتنسين 2 بتعمل فازو كونستريكشن لمين بقى يا رد؟ 100 الاثنين دول موجودين في الفسيولوجي ليه؟ عشان يحافظوا على الكلى سليمه. ده يوسع الافرنج يجيب دم وده يقفل افرنج عشان الدم ما يهربش بالعربي اهو. طبعا انتوا موجودين انا مطمن. تقول لي طب الكلام ده خصنا النهارده؟ بتقول ايه؟ عشان ده مكانه وان شاء الله هيجي لنا تاني، لما يجي لنا تاني بخصه لك، ماشي؟ ارسمه يا دكتور هنا براحتك انت وانت وزهق مش فارق معايا. المهم الدم جه، تعالى بقى كمل معايا. هي قصه كامله فهمتها خلاص. الدم جه عن طريق مين رد؟ طب الافرنج الحمد لله في الفسيولوجي ماله؟ عشان في بروستا ايه؟ شاطر. يوم اللي حصل ايه؟ الدم جاي يعدي على حته اسمها وومنز جابسول. بيني وبينك هو بالعربي. مش هو هتكتب وراك الكلام ده؟ ده فيسيولوجي. اللي عايزه هكتبه. طبعا وومنز جابسول فيها ممبرين سيمي بيرلو شبه نفاذ. بيعدي كل حاجه الا البلازما بروتين والار بي سي صح؟ كرات الدم الحمراء ما تعديش والبلازما بروتين ما تعديش. تقول لي ماشي سيبك منهم. اللي يعدي ده هل انت متخيل كل اللي عدي ده ينزل في اليورين؟ تبقى كارثه. انت معدي ايه؟ كل الصوديوم عدى والبوتاسيوم والجلوكوز والامينو اسيد وده عندك يا سيدي شويه مغنيسيوم وكالسيوم ووتر ده كله لو عدى ونزل في اليورين هنموت. وذلك الكلى مهمتها من اول هنا لحد اخر لحظه تعمل ما يسمى ري ابسورشن. حاجه يعني ايه ري ابسورشن ولا اعاده امتصاص الحاجات المهمه للجسم. انا عليك النهارده على عنصر اسمه صوديوم. عليك النهارده بص انا هرسم حاجات كتير. عينيك على الصوديوم ليه؟ اهم عنصر يخصنا في الفرن. انت مالكش دعوه في السوشي غلط. فبص يا سيدي الناس اللي بتحب تعرف كل حاجه تخص ايه؟ الفيزيولوجين. احنا عندنا هنا بيحصل ثلاث حاجات. حاجه اسمها اكتف ريابسورشن مش هكتب انا الموت. يعني ايه اكتف؟ محتاج طاقه. في حاجه اسمها اكتف ترانسبورت محتاج طاقه ومحتاج كارج. هنا يا ولاد بيرجع الصوديوم اهو اول واحده اول مكان. بيرجع الصوديوم في الايرلي بارت بتاع البروكس بانت بيو. بيقول لك اكتف صوديوم كلورايد ريابسوربشن. اسمع ما بقى طبعا اللي هقولها دي هقولها شايفه مش هتبقى لان انت الانسان وعارف الانسان. الصوديوم ما بيرجعش لوحده. الصوديوم يرجع بطاقه ترجع ورا ناس كتير. عارف كلمه اسمها باسف؟ في باسف بس مش هرسمها لان مش تلزمني. باسف ريابسوربشن حاجات كتير. طبعا الصوديوم شحنه موجبه صح؟ يسحب وراك كلورايد ومشحنه ايه؟ سليم.
صوديوم كلورايد ده تعميمه حاجه اسمها ملح. الملح ما يستحقش الواحد يسيح وراه ايه ميه. الكلام ده كله ما يخصنيش، اقول بس ان انا اتسعب صوديوم كلورايد. يبقى دي اسمها لي ايه؟ الاتجاه الاسفل يا جماعه انت بتذاكر فيزيولوجي. السهم ده راجع للبلد، ده بص ده اليورين اهو اهو وده البلد، يبقى ده اسمه ري ابسوربشن. هنا في الحته الاخيره ده ايه؟ شوف انا عندي الحته الاولى في الايه في البروكسيمال، الحته الاخيره في البروكسيمال بيحصل فيها تبادل مهم جدا. بيرجع الصوديوم باي كربونيت. ترسمش لما اخلص الله يكرمك. يحصل لهم ري ابسوربشن. وينزل بدلهم ماده اسمها اتش، اتش اللي هو هيدروجين، عارفين هيدروجين؟ التبادل ده يا جماعه بيحافظ على الفسيولوجي طبيعي. طبعا التبادل ده لما بيحصل طبيعي في الجسم اليورين يبقى اسيدك ولا بيزك؟ اهو من اسيدك تعرف والبلط شويه الكلام. حتى كانوا زمان ده البيتش بتاع البلط كان 7.4 عشان في شويه بايكربونات بتجعل ما يمشي الكلام ده. يمين التبادل ده بيحصل بين مين ومين وكده؟ صوديوم بايكارب يحصل له ايه؟ والهيدروجين يحصل له ايه؟ سكريشن اسمها اكسكريشن. وهذا تحت تاثير انزيم احفظها اسم اسم الانزيم يا دكتورنا العزيز كربونيك انهيدريت انزيم. اول مره نسمعها مع بعض كربونيك انهيدريت انزيم. يبقى هنا يا بيه في الحته الاخيره من البروكسيمال تبيول حصل تبادل بين الصوديوم والهيدروجين. هو صوديوم بايكارب رجع للجسم والهيدروجين نزل فين؟ في اليورين تحت تاثير انزيم اسمه كربونيك انهيدريت انزيم. ماشي؟ قولي في النص انا جربت كل حته انا عايزها. هنا ركز معايا قوي الله يكرمك. انا على فكره كل حاجه بعملها هنا شايفها قدامي في الفرن. ماليش دعوه في السرج خالص على فكره. هنا هذا من السهم كده، قول لي السهم ده لما تعمل كده يبقى ليه يعني. هنا في اثنين ريزوشن في النص منهم ايه؟ السكريشن بيحصل لما يسمى عندك كلمه اسمها اورجانيك اسيد. قول لي مثال اورجانيك اسيد واحد. اشهر اورجانيك اسيد في الجسم اسمه يوريك ايه؟ اللي عارفينه يوريك اسيد بتاع المهرس يا ولاد. عارفين مهرس؟ مهرس الملوك بتاع زمان. الناس اللي بتاكل لحمه كتير بيجي لها مهرس. اللي هو جوت اسمه جوت مش جوت. ايوه خد يعني معز على فكره والله ما هزار والله ما هزار. اصل كده في الشباب يقول لك كده يقول لي يا ابني طرف مثلا كذا يقول لك ايه الصدي فيك تقول له جوت اسمه جوت يا ابني جوت معزه والله ما هزار جي او اي تي معزه لكن جاوت جي او يو تي مهرس. هتلاقيه مكتوب ان شاء الله في منهجنا جاي في دورتك جاي. فالمهم المهرس ده انا بقول لك اسد لما تيجي لا تعرف معلومه مهمه لحد بكره ان اليوريك اسيد بيحصل له اكسكريشن في الجزء اللي هو في العوز البطني عن طريق طاقه اسمها اورجانيك اسيد سكريتوري سيستم. اسمها رخم انا عارف. استنى تاني اهو اورجانيك اسيد هو مين؟ يوريك اسيد سكريتوري. يعني ايه سكريتوري؟ سكريشن سيستم. طبعا هنختاره عشان المكان هو اسمه بيني وبينك بس ما تهزرش فيه كتير. اسمه او اي اس اس. طبعا انت تقول له اقول له كده في الامتحان يقول لك يعني ترجمه اسمه ايه بقى؟ معلش عشان مكان يشيل لو هنا المكان عشان مشاكله حلو تقول له تحت اهو بعد ما تخلص الدفاع كده قول له او اس اس من هناك يعني ايه؟ اورجانيك اسيد سكريتوري سيستم. وده قبل بيني وبينك بيعمل ايه يا سيدي العزيز؟ بيعمل اكسكريشن لمين؟ شوف ماشي يلا قبل ما نكمل اللي بعدها سمع لي ثلاث حاجات حصلوا في الفسيولوجي في البروكسيمال فيو. سهلين ها قول. اول حاجه اكتب الابزوربشن لمين؟ ايه ايه اللي هو صوديوم كلورايد في الجزء الاولاني من البروكسيمال تبيول. الجزء الاخير من البروكسيمال تبيول حصل تبادل لمين ومين؟ صوديوم وهيدروجين. اسمه صوديوم بايكربونيت ري ابسوربشن وهيدروجين اكسكريشن. انزيم اسمه ايه؟ كربونيك انهيدريت. لا انزيم خلاص زي اسمه كربونيك انهيدريت انزيم. ثم في النص حصل اكسكريشن اورجانيك اسيد. طاقه اسمها ايه؟ اورجانيك اسيد سكريتوري. شو الطاقه؟ انا كده خلصت بروكسيمال تبيول. خليك معايا هتحفظها وانت قاعد النهارده. اه مش رايح ليه في تذاكر ادويه على طول. نخش على عمك لوبو فيل وفيل في ديستندنج واسند. بص على صبور انا عايز كلمه واحده ده اهو. نلاحظ ان الول بتاعته رفيعه وضيق يعمل حاجه واحده. السهم ده معناه ما يقصرش صح؟ ووتر يقصر بيمتص منه الوتر للجسم. اما هنا نلاقي الحصر هنا بيحصل ريابسوربشن لشويه عناصر مع بعض. ومعايا على الصبوره في طاقة بتسحب مرة واحدة صوديوم ومعاه بوتاسيوم ومعاه الكلورايد. معلش الشحنات ده عشان تبقى ايه فاكر صوديوم عليه شحنة موجبة صح؟ بوتاسيوم موجبة كلورايد. المهم يعني
صوديوم بوتاسيوم كلورايد بيسموها كده كو ترانسبورت. عارف يعني كلمه كو؟ لا بص انا فاهمك بس هنا معناها ايه. انت يقول لك احنا ثلاثه مع بعض، هنا نرجع مع بعض، هنا ننزل مع بعض. ما ينفعش يعني اقول لك عشان ايه اخد واحد منهم واقول له تنزل وده يرجع. لا هم الطاقه بتاعتهم واحده اسمها حتى كو مع بعض، يا اما كومباينيشن. عارف كلمه كومباينيشن؟ تعاون مع بعض يعني، يا اما يرجعوا مع بعض يا اما ينزلوا مع بعض. طبعا هنا في الاستريش بيرجعوا مع بعض. ايه ده انت بالفرمه؟ ابتدى ينزل. اسمه صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورت، طاقه بترجعها. كلمات. وهنا كمان احنا فين دلوقتي يا صالح؟ فين؟ سمي. ايوه كده اسمه اسندنج ليمب. لوب اوف لوب اوف ايه؟ هنا. قال لك هنا بيحصل الابسوربشن بعنصر اسمه كالسيوم وعنصر اسمه مغنيسيوم. ومعايا. انا هتعبك شويه في اول حصه، بعد كده هتريح ليه؟ هتقعد تبص على السبوره وتقول اللي عندك. طبعا الفتره الجايه دي النهارده من اول حصه النهارده لحد الفاينل. خلاص النهارده كام يعني في الشهر؟ 21 لسه ثلاث ايام على الامتحان. ما هو بالنسبه للامتحان 24/12 صح؟ طبعا ما حصلش قبل كده في تاريخ الايه؟ الترم الاولاني. مش عارف 24/12 ده ازاي؟ المهم يعني احنا خلاص مش هنقعد نقول ازاي ومش ازاي، احنا خلاص الخبر نزل وهنستعدل. دلوقتي انا المفروض انت ان شاء الله معايا لحد يوم نزل 21/12. هسجل الامتحان ثلاث ايام. لا لا انت باذن الله معايا شغال لحد 21/12. هسيبك الامتحان يومين، هو امتحان السبت اخدنا معاد الاربعاء. الاربعاء تروح بدري، الخميس والجمعه. خش امتحان السبت وربنا يوفقك. ايوه اللي ما فكرش كده مش هينفع، الامتحان خلاص. تقول يعني ايه؟ يعني من دلوقتي لحد الامتحان طوارئ. يعني انا مش هينفع اهزر معاك بقى واكتب ورايا وتكتب غلط وانا مش واثق فيك، هجيب لك كل حاجه مكتوبه. بس لازم تفهمني مره، ليه؟ انا مش راجع الكلام ده. انا هحل عليه اسئله. واول باب هخلص حالات، اللي رينا ان شاء الله خلاص تمرينك هحل عليها حالات. بتاعتي تقول يعني اعمل ايه؟ تذاكر للفاينل. فركز معايا عشان الحصه كلها معتمده على الرسمه دي. هذا اكتب هذا بس مش فارقه معايا. ادام ما كتبتش ما تقولش. بس هو ده بيرجع مع بعض والكالسيوم لسه بيرجع مع بعض. احنا اسندنج ليم اوف نو اوف هيل. على فكره عشان انت بتذاكر ثلاث ثلاثات لحد او ثلاثتين لحد دلوقتي ناقص ثلاثه واحده. يعني اي ثلاثه في البروكسما صح؟ وثلاثه كلهم في لوب اوف هيل. ثم ده هنا ان شاء الله يخلص الفيسيولوجي. سمع لي الداتا اللي فاتوا الاول، طيب يلا قول لي في البروجرام اللي بتقول بيحصل ايه؟ قول ما تنساش. صوديوم كلورايد دي ايه؟ طاقه مهمه. طبعا في نسب بس مش تحفظها. حبيبي الكلام بيرجع لنسبه 65% من الصوديوم، نسبه عاليه قوي. طبعا النسبه دي تخليك ما تفكرش في النسبه دي، ايه؟ عاليه عليك. هنا بيرجع صوديوم بالتبادل مع مين؟ هيدروجين. وازع تاثيره زي اسمه ايه؟ اوعى تنسى ان الكنوز دي هتنفع. اسمها اورجانيك اسيس كريتوزيس. هذا في البروكسيما. ولو في اللي سهلين هنا ريوتر دي ابسوربشن سهل ايه؟ وهنا حصل رجوع لمين؟ صوديوم كالسيوم كلورايد دي ابسوربشن. وهنا مع بعض الكالسيوم ايه؟ ماشي نرجع نوصل لحته اسمها ايه؟ سمي دي لو سمحت اسمها ديستال ديستال كونفليوتد تيبيو. طبعا كلمه كونفليوت عشان ما تضايقكش معناها ابلغ ابلغ كده ملتوي. بس انا لو رسمتها ملتوي مش هنفهم حاجه. شجعنا عشان مستقيم. ديستال دي بيحصل فيها يا جماعه؟ فوق معاك. الجزء الاولاني في دكاتره قالوا ايه؟ طبعا الدكتور امام مش ده الدكتور امام. طبعا انا ما كنتش احكي لك السنه اللي فاتت اربع ثلاث محاضرات ونص بالظبط. ثلاث محاضرات ونص رزع. واحنا شعرنا السنه اللي فاتت ست حصص رزع. السنه دي الدكتور امام شعرت محاضره واحده. طبعا ما قالش كل التفاصيل. الف انت بقى احنا نعمل ايه؟ هنقلب برضه؟ لا يا بس افهم. هقول لك حاجه، العروض الامتحان اللي هي بتيجي اسئله الامتحان دايما مفيهاش قلب. الحته الاولى دي كانت فيها كل حاجه. لما اقول لك بقى كان دكتور بيبس بص والله عظيم بالملي تقول له تعالى هنا واقعد اقول له هي كبيره على مستواك يا ابني بس هو الدكتور عايزها يبقى الحمد لله. اي حاجه فازه انا مش قبل. يعني عايز المعلومات زي ما هي كده بص معاك مرصوصه كده فاهمها جت منه بس. وانا لا يقول لك معاك مرصوصه ايه؟ تخش في تفاصيل التفاصيل. طالب الكارديو بتاع السنه اللي فاتت ده كان بياخد اعلى كارديو والله ما ببالغ في مصر. والله ما بقى ليه؟ ما حدش عارف التفاصيل دي الا بتوع الناس اللي بيعملوا بورد. وانا الدكتور مهنا اصلا بتشرح بورد المعادله. دي بيعمل معادله امريكيه بعد ما يخلص، الدكتور مهنا اصلا بتشرح في المعادله. فبتدرس بس الثالثه ثالثه المعادله. كطالب بيطلع ما شاء الله والله كاردو ده يعني تعيشه نفسه. ان شاء الله مش وقت بقى معلش. اسف. يعني تدخلوا قريب ان شاء الله تعرفوا ولادي عملت ايه في البلد هنا صوديوم كلورايد. الناس قالت ديستال، الدكتور بتقول لك اخر جزء من السندنج
فانا هرسمها على ايه؟ على الحدود. اخر جزء من السندنج اهو هو الجزء الديستنج. يعني برضه حوطه شويه يعني اهو. فانت اخر جزء من السندنج واول جزء من الديستنج. بيحصل ايه؟ رجوع للصوديوم كلورايد تاني مره. بيسموه اكتف صوديوم كلورايد كو ترانسبورت. صوديوم كلورايد بيرجعوا مع بعض يا اولاد بطاقه. طاقه اكتف برضه اهو. طبعا معلش اقول نسب لنفسك مش هتعرف تكتبها. هنا بيرجع صوديوم بنسبه حوالي 20%. هنا كان 65%. لما تحفظهاش اما كان بالك تبقى كده. هنا نسبه 10%. نلاحظ حاجه على السبوره، الصوديوم ده قليل قوي. مفيش حد يجيبه ولا ايه؟ كل الصوديوم عمال يحصل له ليه ابسورش. ليه ابسورش. بص كده على السبوره، ادي اول صوديوم، الصوديوم ما بيحصلش. وادي الثاني. وادي الثالث. وادي الرابع ده قبله. مفيش غير الصوديوم ولا ايه؟ قال لك طب بص عشان الناس بصالي. يعني هعمل معلش حاجه كده عشان الحسن. هنزل مرة واحدة، المرة الأولى والأخيرة. الصوديوم هينزل من تلقاء نفسه في اليورين. احنا فين دلوقتي؟ في الديستال صح؟ في الجزء الأوسط من الديستال. هنا هو كده. وهخليك نقطة نقطة بترسم إن شاء الله. الصوديوم أول مرة يطلع عند الدم. ينزل في اليورين. أول مرة وآخر مرة. ويرجع مكان عنصر اسمه كالسيوم. هذا اسمه صوديوم كالسيوم اكسشينج. مش كله طبعا. ده جزء. جزء لا يصلح. لا لا كله رجع مش كله بيرجع طبعا ده جزء بسيط جدا يعني قلنا هنا رجع 65 هنا 20 هنا 10 كل واحد في الميه حاجه مش لازم بس بيحصل صوديوم بينزل في اليورين رجع مكان مين؟ كالسيوم على فكره تحت تاثير الهرمون مش مهم اسمه هرمون اسمه باراثايرويد هو انت عارفين بقى غدة اسمها باراثايرويد يا بنات؟ الجارد رقيق هي بتقول كده بتقول له يا صوديوم كان عندك دم تجيب كالسيوم فوق هذا الصوديوم رجع مكانه مين؟ كالسيوم ده مكان هو في الديستنس يا سليم هتسمعهم لي الست هم تسعه ان شاء الله على الاسم ادي كده 3 و3 6 و2 8 قصدك هنا 4 ما هنا في كولكتنج يا جماعه طب ركز معايا عشان نخلص كولكتنج ضغط او تيميو اخر مكان في النفس بيحصل تبادل بين الصوديوم والبوتاسيوم اسمع معايا يا صبوره الصوديوم بيرجع لعكس القديم يرجع برضه ومعاه ووتر وينزل مكان منه بوتاسيوم ومعاه هيدروجين طبعا ده تحت تاثير هرمون مشهور جدا اسمه الدوستيرون عارفينه؟ اسم بس الناس كلها لازم تحفظ الدوستيرون يا ولاد ماذا يفعل الدوستيرون يا دكتورنا العزيز؟ اللي على السبوره ده اقرا كده على السبوره الدوستيرون بيعمل ايه؟ صوديوم ووتر ها؟ وبوتاسيوم هيدروجين مفيش حتى محفوظ كده الدوستيرون صوديوم ووتر ريدكشن او صوديوم ووتر دي ابسوربشن وبوتاسيوم هيدروجين اكسجريشن على فكره ممكن يتم الكلام ده بطاقه اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز الناس بيسموها كده ايه برضه؟ تي بيز انزيم مشهور اسمه يبقى اذا ولا لا؟ مش تبقى فاهم. التبادل الاخير بين الصوديوم والبوتاسيوم بيتم بحاجه من الاثنين يا هرمون اسمه ايه؟ ارزوت يا طاقه اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي ايه؟ اكيد تسع حاجات طبعا في حاجه من عندي كده اقولها عشان انزلني فيها الشرط تسمع عن هرمون اسمه انتي دايوريتيك هرمون نعمه من ربنا ده اللي مخليك نايم طول الليل بقى ازاي؟ اه والله والله معذره يا جماعه في الفسيولوجي ان الهرمون ده نعمه من ربنا تبقى ايوه صحيح ازاي؟ الهرمون ده بيطلع في الفسيولوجي نورمالي بالليل اسمه انتي ايه؟ عشان يخليك تعرف تنام مش كل خمس دقايق فاهم ولا لا؟ فاكر بقى حاجه اسمها اوفر اكتف برادر؟ اهو ده لو هرمون لو مش موجود الحمد لله الهرمون ده لو موجود بيعمل ايه بقى ركز معايا اخر لقطه هنا الهرمون ده يا ابني اسمه دي اتش عندي رد اسمه كده صح؟ اكيد سمعت اسمه انتي دوت كوميونيكيتش بيسحب ميه وطبعا على فكره اقول لك معلومه بقى معلش يا ناس علاقه بالموضوع عارف لو الانسان ما عندوش الهرمون ده بيبقى مريض اسمه مرض السكر الكذاب عارفينه؟ دايابيتس انسيبيدس سمعت اسمه قبل كده ولا يعني اسم مش عندنا وايد الاولاد اللي ما عندوش اي اتش يبقى طبعا الوتر ما هي الوتر اقول لك بس عشان تبقى فاهم نفسك هنا الوتر بيحصل طبعا مش عند ما عندوش الهرمون ده او عنده مش شغال كويس اليورين فوليوم بينزل بكميات قد ايه؟ يعني معلومه بيني وبينك لك ان تعلم يا دكتورنا العزيز ان انت عندك يورين فوليوم في اليوم ال 24 ساعه نورمالي حوالي 1.5 لتر. طبعا يزيد ويقل حسب يعني التزايد ما عليه يعني متوسط 1.5 لتر اسمع بس كام 24 ساعه والله ده حاجه كده 24 ساعه انت ليك تجيب يورين قد ايه؟ نورمالي 1.5 لتر. عايز المريض ده بيجيب كام؟ 20 لتر. طبعا قهوه فعلا اه قهوه ايه 20 كتير قوي. تقول له بعدين؟ وبعدين ده كارثه ووتر طبعا كل الناس ده ميه مش صوديوم وكلام من ده لان هرمون عنده يا اما مش موجود يا اما شغال وهذا المرض اسمه كده
السكر الكذاب او البول السكري خدتوه في الباي المفروض اسمه ديابيتس انسيبيدس، ده غير السكر اللي هو بتاع الناس العاديه اللي هو ديابيتس ميليتس. انا دي قلت لك اسمع نفس الاستريس قبل ما نشتغل فارما على الرسمه دي عايز يسمع كل الكلام ده ليه. ثلاثه ثلاثه هنا ثلاثه هنا واربعه دي عندنا، يبقى تسع حاجات قول 10 10 حاجات هنقفلها قبل ما نرسم. سمي الله كده واقول تاني يلا ناوي خالص لسه اقول فارما دلوقتي اقول لي بقى اول مكان اسمه ايه؟ بروكسيمال كونجنيوتد اسمه اختصارا بي سي جي. قول لي بيحصل فيه بسرعه اكتر صوديوم كلوريد ايه؟ ثم اورجانيك اس سكريتوري ستيس ثم امشي معايا صوديوم هيدروجينيك تشينج صوديوم بيرجع للجسم صح؟ اورجين بيز فيور انزيم اسمه ده كاربونيك هيدريت انزيم شطار ادي كده البروكسيمال خلص. خش على اللوب اول مكان في اللوب الاستندنج الاول يحصل ووتر يحصل والاستندنج يا دكتور العزيز ها بيحصل رجوع طاقة اسمها كو ترانسبورت الصوديوم بوتاسيوم كلورايد اسمها صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورت وراهم كالسيوم وايه؟ ثلاثة دول مع السلامة. خش على الديست أول مكان في الديست وآخر مكان في الـ في الـ في الاستندنج لوب يرجع صوديوم كلورايد بطاقة اسمها صوديوم كلورايد كو ترانسبورت. مالكش معنى نقول احنا عندنا كمان احنا كمان كو ترانسبورت. ثم أول وآخر مرة الصوديوم يخاف من الحسم يقول لك انزل بقى مرة نزل في اليوم ورجع مكانه مين؟ كالسيوم. عشان كده اقول لك اسمان هتقول لي ايه اللي حصل. ثم طبعا التبادل اكبر تبادل بيحصل في الجسم هو 10 تبادل صوديوم بوتاسيوم سيتشيت حتى بيسموها كده صوديوم بوتاسيوم بام. ما هي دي الصوديوم بيرجع مع ووتر ينزل بوتاسيوم مع هيدروجين يا اما تحت تاثير هرمون اسمه الدوستيرون يا اما تحت تاثير طاقه اسمها ايه؟ هنا ما تنساش بيني وبينك اللي هو الريتش ده هرمون بيعمل ايه؟ بيرجع ووتر للجسم عشان يخلي اليورين فوليوم طبيعي. طبعا لو مش موجود تبقى كارثه. ما تلزمش لسه الا بكتب عليها فرق. احنا عنواننا النهارده اسمه يا ولاد. البيت النهارده اسمها دايورين. صوت يا جماعه. كلمه ما تكتبش ما تقدرش ما تكتبش ورا. دايورين انت ما هنشوفها ان شاء الله بعد قليل يعني بيسموه بالعربي مدير للجور. مدير ديبو. طعم بالفارما مدير للجور ده يعني ايه؟ الصوت بتاعك واسع على فكره انت. وده بيقول يعني ده بيزود كميه الجو. تقول ايوه يعني انا اهم عنصر عايز عينك تركز عليه الصوديوم. ليه يا جماعه؟ الصوديوم ما بينزلش لوحده. الصوديوم لو نزل في اليورين هيسحب وراه ايه؟ كلورايد صح؟ يسحب وراه ايه؟ ميه. لو الصوديوم نزل في اليورين هيسحب وراه ميه بس ساعتها زود كميه الجو. فهنا واحد يقول يعني انت عايز ايه؟ عايز اقول كل حصه مبنيه على الكلام ده. الجدول كله مبني على ايه؟ ان الصوديوم بدل ما يرجع ينزل فين؟ ردوا عيال في اليورين. ازاي يا بيه؟ بص على الصبورة وامشي معايا واحدة واحدة. اقترح ميكانيزم ولا جسم ده. طبعا أول حاجة الواحد يبص ايه رأيك فيه؟ الصوت بيرجع هنا اهو. اوعى اوعى عشان يوزع. ليه؟ يا ابني ده تلتين الصوديوم بيرجع هنا. تقول لي ايه المشكلة؟ لو نزلت تلتين الصوديوم في اليورين هنموت. عارف يعني ايه انسان بلا صوديوم؟ يعني انسان بلا ضغط. الصوديوم ده بيظبط لك الضغط. يعني مش ضغط خالص خالص. يعني هيحصل لك ايه؟ انت اعمل دواء طبعا هو ما تصنعش على فكرة. انت بقى كصيدلي شاطر صنع انت دواء يمنع دي ساعتها هتلاقي الانسان ده ما تعرفش مفيش دواء اشتريه انساه مخك ما يشتغلش عادي ايه قول يعني كبر مخي لا اوعى طيب ايه رايك سيادتك كده صوديوم راجع ايه صوديوم راجع اهو عايز تنزله فين اسال سؤال تعمل ايه في الانزيم ده يبقى الكربونيك انهيدريزات ستيموليتور ولا انهيبيتور اخر مره وهذا الدواء رقم 4 في الجدول معلش بالمره بس عشان اقول لك ان الجدول هو كله معتمد عليه. بص لما ادى انا دواء اسمه كربونيك انهيدريز انهيبيتور قول لي اكشن على السبورت هيمنع يعني ايه يمنع يعني يعكس يا جماعه اخلص بقى هينزل صوديوم باي كربونيت في ايه؟ رد بيرجع مين؟ على فكره انت كده عكست الفسيولوجي اللي ربنا خلقه عليك ازاي؟ صوديوم باي كربونيت بيقول لي بيقول لي الكلاي اه وايش يرجع الدم يبقى الدم ايه؟ اسيدك دي كارثه الدواء ده موجود عندنا في الفارما موجود بس ما بيحبوش كدوريتك بس موجود هنسميه دواء رقم 4 هو رقم 4 في الجدول الدواء هو كل دكاتره قاعدين بيه يقول لك ما ده الطبيعي اول دواء في الجدول بس لو قلت ابدا الورقه اقول له دواء مش حلو ما قفلكش يبقى مش مهم لا المهم
هذا ده رقم 4 يا شبابنا، اسمي اسمه بس على الجدول بقى على خلاص، اسمه باذن الله كربونيك انهيدريز انهيبيتور. عرفت تسموه انهيبيتور ليه؟ ده تقول عشان ينزل صوديوم فين؟ اللي قلت رقم 4 في جدولنا ان شاء الله وعلى نرسم الرسم. طيب امشي معايا واحده واحده، تعالى عليك على الصوديوم، مش معنى الصوديوم عشان ينزله في اليورين. قول لا ما جاش على التفصيل، اقول انا بس بقول اسم ده بس معلش. لا غلط بس بقول لك ما جاش على التفصيل، اقول لك بقى انا قلت دلوقتي اسم الدواء بس ومكانه. هذا سؤال يا جماعه صحيح؟ اين يشتغل الكربونيك انهيدريز انهيبيتور دراجز؟ هتسمي المكان. اول بروكسيمال ولا اخر بروكسيمال؟ يسموها ليت بي سي تي. ما تكتبش ما هو كل حاجه مكتوب ليت يعني اخر. بي سي تي ايه بي سي تي دي؟ شاطر. انا كل بقول لك كل الكلام ده مكتوب عندك مش عارف. خش معايا امشي معايا. ده ايه ده؟ قلت طب انت عبيط امشي. الكيمي اللي لم يصحى ده ايه ده؟ صوديوم بوتاسيوم كلورايد كوترانسبورت. طبعا يا اولاد بالنسبه لنفسك على فكره ده بيرجع الصوديوم بنسبه 20% بالنسبه عيالك. الدواء اللي يمنعها انه اشهر دواء ديوريتك في العالم في مصر بالذات. اسم الدواء ده هو يبقى رقم 2 في الجدول. طبعا بيمنع بص بيمنع ده ويمنع معاه ده. انه لوب ديوريتك. اسمه ليه سموه لوب يا اولاد؟ ده له شغال فين؟ علوه اللي طبعا راح يقول لي زي مين؟ طبعا انه لازكس. اللي هو ده لازكس؟ هو ده لازكس يا ولاد؟ ده اللازكس بتاعنا اللي هنتكلم عليه ان شاء الله. انت ايه دلوقتي؟ اللي هو ده بيشتغل زي ما اقول لي؟ قول لي بتمنع ايه؟ صوت بوتاسيوم كلورايد فوترانسبورت. يعني ان شاء الله كل يوم ينزلوا فين؟ يعني تلاقي يوم معبي صوديوم بوتاسيوم كلورايد. خلي بالك بنفس الوقت وامنع الكالسيوم والمغنيسيوم ليه ايه؟ يعني ينزلوا برضه فين؟ اليوم ده مليان خير كتير جدا. كل الناس في اليوم وانا بشرب. هسأل سؤال كده صغير وفهمني على السبورة. ما إذا يفعل اللوب ديوريتك لوب في الجلسة؟ طبعا ما تكلمش على الوريكام على الدم. إيه اللي في الدم ولا يزيد؟ ها؟ ليه؟ إذن بيور وزايد دي بيسموها كلمة هنشوفها واحنا شغالين اسمها هايبوكالسيميا. هايبوكالسيميا لأن الكالسيوم بينزل في اليوريك. يبقى الدم ما يعاني من نقص كالسيوم. طبعا هحكي حاجة حلوة؟ لا طبعا وحشة. يبقى ده اللوب ده رقم 2 في جدولنا هنشوفه النهارده ان شاء الله دلوقتي. طيب نطلع نلاقي هنا طاقه جميله ايه؟ على فكره هنا بيرجع لي من 10% من الصوديوم. عندنا دواء رقم 1 في جدولنا اسمه السايازايد. السايازايد ده يا شباب بيمنع هذه الطاقه اللي هي نسبه 10% تقريبا، ده رقم 1 في الجدول. تعالى بص معايا الصفر اللي انت لما يمنع دي يحصل ايه؟ هينزل صوديوم كلورايد في اليورين. بص بقى اللي بيفهم بقى. السايازايد لما يجي مكان يقول لك انا هسيطر على المكان كله. هنا جنبه تباعده بين الصوديوم والكالسيوم. اللي بيفهم يقول السايازايد لما يحب ياثر على هذا التبادل يزوده ولا يمنعه؟ مش تقول اي كلمه، فكر لو سمحت، شغل مخك. هو الصوديوم بينزل فين؟ امنعه ليه بقى؟ مش هذا يوريتك، يعني ايه ده يوريتك؟ يعني ده بينزل الصوديوم فين؟ بمنعه ليه؟ اقول له مع السلامه. اقول له انت بقول لك انا نازل، اقول له باظ. لا ده انا نازل وسايب يا ابني، ما انا مبسوط انا دايوريتك بعمل كده. يبقى السايزايد ده بيزود الكلام ده، السايزايد كان بيزود. يبقى فهم معايا السايزايد بيمنع صوديوم كلورايد ري ابسوربشن ويزود صوديوم كالسيوم ستيج. السؤال بيقول بقى اللي بيفهم، يبقى الكالسيوم مع السايزايد يحصل له ايه في الدم؟ ايه هشوف الكلمه دي عرفتها النهارده، عرفت معلومتين في الحصه في الامتحان. ماذا طبعا انا كاتبهم لك مكتوبين، ماذا يفعل اللوب ديوريتك في الكالسيوم وماذا يفعل السايزايد في الكالسيوم؟ قول له بص ابني بس دي واحده ارسم لك الرسمه واجيبها لك. تعالى اسال ايه فاهم؟ قول له لوب داخل الكالسيوم في اليورين، الكالسيوم في الجسم. اما سايزايد زود الكالسيوم يعني بيرجعوا للبلاد صح؟ وعشان طبعا الناس الحافظه مش هنديهم برضه حبيبي استعمل الحفيظ. هقول لي احفظها ازاي؟ طبعا انت لازم تفهم الاول تحفظ ازاي؟ السايزايد اخره ايه؟ زايد. سايزايد بيزيد الكالسيوم في الجسم. لو انت بص في الامتحان مزنوق، بص بقول لك الامتحان ده الحاله كلها كلمتها على الكالسيوم. فانا مزنوق سايزايد ولو هم اكتر تقريبا بتصير في الامتحان على فكره. سايزايد ولو. طيب اقول لك ايه؟ سايزايد زايد بيزيد الكالسيوم. حتى لو انت مش فاكر انت قاعد تفتكر دماغك قفل. قول له سايزايد ان شاء الله بيزيد الكالسيوم. اخره زايد اهو.
طيب ده رقم واحد، ده رقم اتنين، ده رقم اربعه، ايه ده رقم التالت اهو. ومعاها الصبانه بقى عشان نقفل الرسمه دي، ثم نبدا حصتنا بجد بقى. مع الرسمه دي يا سلام تبقى حصه كامله. النهارده نص حصه ان شاء الله. اسمع بقى، شايف التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم؟ الصوديوم بيرجع فين؟ الدم. انا عايز انزل فين؟ يعني السؤال تمنع الكلام ده ولا تزوده؟ ها؟ طبعا يا اما تمنع هرمون اسمه التستيرون، يا اما تمنع طاقه اسمها ايه؟ وعايزين مجموعه رقم ثلاثه في جدولنا ان شاء الله. لا اسمع يا دكتور، ايوه اسمها بوتاسيوم. ستيرنج. ده ورد. معلش افهمني برضه. بص على الصفحه وقولي اكشنها كده عشان اقول لك ليه سموها كده. تستر سبيرنج تمنع الكلام ده. قول لي يا استاذ. خط عين كده مش تفهم. هنا الصوديوم والوتر يحصلوا ايه؟ لا اخوه معايا لو سمحت. زبده والله اللي هيفهم الرسمه دي، والله اللي هيقعد يجري عليك. لك ده عايز اقول لك. ما كل اللي جاي مش تعرف تحفظه اصلا. الصوديوم والوتر يحصلوا ينزلوا فين؟ والبوتاسيوم يرجع الدم. قالوا لي يعني بيعمل ايه البوتاسيوم؟ بيزوده في الجسم. فعشان كده سموه بوتاسيوم ازاي؟ في ناس بيسموه اسم تاني، ده السام ريتيني. بيحبس البوتاسيوم في الجسم. هذه المعلومه تخص المجموعه دي بس. طبعا حبيبي هو ده مشهور في مصر؟ ايوه الضغط. عارفينه؟ هو الضغط اشهر دواء فيهم. الضغط ده على فكره دواء فظيع، لو الناس تعرف اللي انا عارفينه عنه ما كانش حد كده. فكره انت هتعرف عنه في صيدلي معلومات. لو الناس عرفت وتصرف المعلومه دي للناس محدش فاهم ده تاني. سمعته هناك. بس الحمد لله هم ما عرفوش كده. يعرف كده الدكاتره والصيدله بس. تعالى لو تصرف المعلومه دي للناس كارثه. هذا الدواء بينقذ ناس كتير. بس يقول لك بينقذنا اه بس ما تعلمش عليا. ده بيعلم عليا. انتظروا ان شاء الله حصه غدا وعشاء. ماشي. انا عندي كام دواء على الصفحه يا جماعه؟ اربعه. ممكن نسمع رسمه كده. اللي ما نسيت طبعا اللي واد اللي مش عايز يصورها ماشي. وزميلكم كمان لونها كمان والله كتر خير. يعني بص راسمها يا ابني احسن من الدكتور 100 مره. اللي عايز حتى يصورها على الموبايل ولا حاجه مش مشكله، مفيش مشكله معايا حاجه، امك تستفيد. يعني عايز ترسم بخط ايدك من التحفظ ماشي. عايز ترسم تصور الرسمه دي ممكن تعمل حاجه. امك تنفع ان شاء الله. لا الموبايل ماشي ماشي بس ذاكرها. نسمي ده اول جملة دولنا اللي ما سالش واللي ما رسمش هيصور ولا هيصور. لا جيب جدولنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا مش عارف اصور بموبايلي لاني بسجل. طيب انت بقى بتتكلم على ده. لا مش عارف اذاكرها ازاي. معايا بقى؟ احنا النهارده وانت بتذاكر هنذاكر اول تمرين في صباح. انا راح ابعد ايدي مش ناقصين المهم مش تصوير عيان. طبعا ما عادش لك اسم الامتحان مش عارف انت. بس لو فاهم اللي انت كده هيكتبها مره في ايده مش هينساها. البيت بقى الخطه دي كده وظبطها. بص يا سيدي دلوقتي انا هكلم لك كل حاجه انا عايزها ان شاء الله في هذا الجدول اهو باذن الله. نبدا بقى الكلام المجدد. بص يا سيدي العزيز. ايه؟ والله طب يلا بسرعه. خلاص. ماشي 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 كلمة ديوريتك أصلا يعني إيه؟ تبقى فوق جنبها جنبها عنوان كده أهو دراج إنكريز من ديوريتك. ديوريتك العنوان بقى يعني إيه ديوريتك ثوران؟ طبعا دروش مدير اللي يقول بقى أنت الدكتور عين كده قول له دراج إنكريز صوديوم. يا جماعة أهو 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 إحنا جبنا الجدول بقى أصلا أهو كلمة ديوريتك العنوان اكتب بين قوسين جنبها فوق بخط نظيف drug increase sodium excretion in urine. لو دواء زود صوديوم excretion في اليورين هطلق عليه لفظ اسمه ايه؟ ديوريتك. ما هو بتنفع ناس وتضر ناس. كل دواء له حته وحش دواء. اول جروب او جروب عندنا اسمه سيازايد صح؟ ثاني جروب اسمه ايه؟ نوب. الكلام ده بيتذاكر ازاي؟ عشان ما تبقاش تذاكر جنبك. اتطبق كده ليه على الاثنين دول؟ انت بتذاكر الاثنين دول على فكره في الامتحان قلنا فيه سبع درجات، حضرتك شرفت سبع درجات؟ صار يا جدع الدوري باذن الله.
خمسة منهم حصلت الشطارة ده أربعة منهم يا عم واضح في إيمان خمسة منهم على الاثنين دول بس لو كنت هتقتنع السيد تقول لك الاثنين دول هم العودين هم الموجودين في مصر ركز معايا احنا عندنا دواء اسمه سيازايد وصلنا دواء اسمه ايه؟ فلو السيازايد على فكره على قد حاله بص معايا فاهم بيسمينه سيلينج دايركت كلمه سيلينج اصلا يعني بالعربي يعني سقف بص يا ابني سقف سقف السيازايد سقف واطي واطي سقفه واطي ما اقول لك يعني انت بتتكلم بس اما اللون سقفه عالي تقول لي يعني اصلا انت عارف حاجه في الكاينتك عندكم موجود عندكم كاينت اسمها ماكسيمم ريسبونس اللي هو اقوى او اعلى ريسبونس للدواء بعدين مفيش ريسبونس صح بعدين انا بهبل توكسيك بيقول لك ان الدواء اللي اسمه سازال سقف واطي يعني الماكسيمم بتاعه مش جدا يعني بوتنت ولا اسمه بوتنت هي دي الفكره اما الدواء اللي اسمه لو هاي سيل يعني هاي سيل يعني سيل عليه جدا يعني هاي بوتنت اقوى دواء وطبعا معلش بالارقام مش حاجه تحفظ رقم بس تمام اللوب بيمنع ربوع 20% من الصوديوم اللوب هنا اهو اما ده بيمنع 10% بس اهو لا كارثه وبالتالي ده يبني اقوى يبقى واحد يقول لي طب هترجمها ازاي؟ ترجمها زي ما اقول لك كده اقدر على كلمه سيلينج بتاعت السيارات دي جنبها اهو لو بوتنسي عارف بوتنسي ولا اقل قوه اولاد السيارات بيسموه لو بوتنسي مش ده مش قوي اما اللوب لا اللوب ده ريتك يا ابني دواء يعني كل فقره وحدات كده هاي بوتن بقول لك الكينج سموه كده بقى الكينج الدوريتك هو لو طيب يبقى اول حاجه عرفناها ان السازات يا ابني لو بوتنسي اما اللو اسمها هاي سيلينج طبعا لما الدكتور يقول لك الامتحان قول لي يا ابني ميكانيزم اوف اكشن بتاع الهاي سيلينج تقول له بقى انا اهو يا ابني بقول لك اسمها كده اسمها الثانيه عرفتها كده هاي سيلينج دوريت هي اسمها لو تقول له عارف عارف سهل عارف طب استنى نخش على الجدول طيب الاول امثله طبعا الامثله بس معلش ابدا بيمين الاول اللوب ده طبعا اشهر واحد عندنا اسمه فيوروزومايت تعليم مهم جدا ده تحب زي اسم يعني انت حفظت فيوروزومايت بس انا مبسوط تعالى اسم الفصل ايه بالكوزين هو لازكس يعني مين ولا ايه قال لهم اشهر واحد اسمه لازكس اسمه في الفارما فيوروزومايت على فكره له اخ اقوى منه بص يا ابني انا عايز احفظه هو مقطع زيمايت جايب ده ايه ده فرفور اسمه فيورو وده عامل زي الطور ما اسمه كده اهو طور زي ماي فكره اسمه طور فعلا ولكن عم تعلم انت كصيدلي معلومه هو لازكس ده دواء مشهور بس مش قوي عارف اللي قوي؟ اكزامايت اكزامايت ده اسمه في عندنا في مصر اللي هو طور زي ماي اقوى يعني عايز افهم معلومه في لازكس دواء مشهور بس مش قوي الاقوى منه مين؟ بتاعتي طور ده كلام مش هزار ولا كلام ده انا كلمت فرفور وطور بس اللي تحتيه اقوى منه طور واقوى منهم الاثنين عمك بيومي هو طبعا بيقول بالانجليزي اسمه بيومي اهو اسمه بيومي انا معايا بيومي تاناي اكتب يبقى انا بص يا انا لحد دلوقتي نازل الاقوى ولا اقل قوه؟ يعني فرزمايت حلو قوي بس مش اقوى واحد تورزمايت اقوى ايه؟ طب وعمك بيومي اقوى منهم الاثنين يعني اقوى واحد في الاقوى مين فاهم انت فاكر؟ اقوى دايوريتك هو اللوب عموما اقوى دايوريتك اللوب بالترتيب القوة مين قال على القوة؟ بيومي ثم عمك مش بيومي اسمه بيومي بقى طب انجليزي بقى بيومي تمام ده ذا موست بوتنت فيرو هتقول لي طب امال لازم مشهور في مصر؟ رخيص على قد حاله طيب في واحد كده تحس ان هو اسمه غريب اساكريك اسد ده ما حدش بيستخدمه دلوقتي انت جنب جاي نوت يوز دينام هو انا احفظه ازاي اصلا؟ نوت يوز دي ايه؟ هاي سايد افكت ما حدش بيستخدمه ولا ايه؟ إذا كريك أسيد نوت يوز هاي سايد افكت يبقى الله يكرم أصلك هتحفظ معايا ابتدى الأول وده الموقف من حد فيورو زي مايت أقول زي التور اسمه إيه؟ تور زي مايت وعمك بيومي تانايت أما الواد إذا كريك ده مش مهم الناحية التانية إنجز مين بقى؟ طبعا في ده اسمه كلورو سايازايت والتاني اسمه هايدرو كلورو إيه؟ عارف الهايدرو كلورو أشهر مور أو كومن ليوز فكرة اللي بيستخدم في مصر عندنا كلورو سايازايد هايدرو كلورو تاني اكتب كده جنبه كومن او مول او مور يوزد يعني اكتر استخدام اللي هو التاني في قوسين فاضيين كده اكتب جنبهم كده الهايدرو كلورو سايازايد افضل ماشي الهايدرو كلورو افضل من الكلورو والاثنين شر حلوين بص بقى الدواء اللي جاي واللي جاي واللي جاي كده هتقعدوا ايه رايك اسمه كده معايا لو سمحت في دواء اسمه ايه؟ ميتولازول
ده ده اسمه كلور سليدون. علينا ده اسمه ايه؟ ده باماي. هتقول لي مالهم دول؟ معلش المهم لي كده الثلاثه. شايف انا شايف المكان اهي في مكان فاضي كده عندها وده وده، شايف المكان الفاضي اللي قبلهم في الهامش ده؟ دول بيسموهم حق ربنا مش صيازيت. تقول لي مش صيازيت؟ امال ايه؟ صيازيت انالوج. عارف يعني انالوج ولا لا؟ ايوه فعلا. دي عارف ليه؟ هم مش موجودين نفس المقطع. وزي بيسموه كده صيازيت انالوج. هيقول يعني ايه؟ اشباه صيازيت. هيقول يعني ايه اشباه اصلا؟ نفس الميكانيزم ونفس ولكن استراكشر مختلف. فمين كامل يقول لا؟ انالوج في الصدر يعني ايه؟ نفس استراكشر، شوف دلوقتي نفس كل حاجه بس كاستراكشر يعني. تعال بص هم اكيد هيقدروا استراكشر ايه؟ عشان يحسنوا صفاته. يعني اقرا كده كل صفات كل واحد بسرعه. الاولاني مربوط كان صح؟ حلو يعني قوي. حتى مكتوب فيه كلمه افكتيف، علم على كلمه افكتيف. طبعا ايفن ده فرقه مش شغاله دلوقتي. هو شغال حتى لو كده تعبان. اللي هو ميتولازون. بيقول لك كلورسيدون فيه ميزه حلوه، لون دوار ايه؟ يبقى بيتاخد وان. يبقى لو انت مزاج ميتو افكتيف هي كلمه هتتفصل. كلور سليدون لون جارد. الواد انت مهم ده مونكلو لكن انا بقى بوتن ولون جارد وهاي ليفل سويم. معلش ركز، عارف انت مهم ده موجود في مصر؟ ايوه هقول لك اسمه في الصيدليه لو عارف. اسمه ناتريليكس. سمعت عنه؟ ناتريليكس ده مشهور اسمه الدوبامين. طبعا ده مال ده بتاع ضغط مشهور. يتميز عن كل كويس. بقول لك عشان كده الخانه دي كلها الدوبامين اللي بيشيلها. بقول لك انا قوي انا قوي. بس خلي بالك هو مش موجود مين؟ لو بقى حاجه بس هو بالنسبه لاخواته هو قال وبيقول لك اللون بي ايه؟ طبعا دي عشان بيستخدم مره واحده في اليوم وانتي هايبر تنس بتاع ضغط وهاي ليفل سولف والكاميرا كده اليمينيت السولو جي اي تي. ادام بينزل في جي اي تي كده بيحمل على الكلى ولا لا؟ لا هيحمل على الكلى بايه؟ يعني كده كده هتتعب منه؟ يبقى اكتب كده جنبها سيف ان رينال ديزيز. لو الكلى تعبانه انت مامتها سيف. كلمه وبعدين شفتها وبعدين؟ اقول لك انا من دوباماين. قال لك اكسكريتد في جي اي تي يبقى سيف ان رينال ديزيز. اعرفها كده معلومه الله يكرمك لو زنقت فيها. ماشي؟ كده عرفت الادويه الميكانيزم عندك انت. حد كده قال لي الميكانيزمين اللي تعوزهم. على الصبر لو سمحت. صيازايت بيعمل ايه؟ ولوك بيعمل ايه؟ ونراهم مع بعض. امتى يلا؟ طيب هيبت ولا ستيموليت؟ طاقه اسمها روت اكتف صوديوم كلورايد وترانزور في حته اسمها ايه؟ عارف ما قلتش اسم المكان؟ ما قلتش حاجه في الامتحان. النهايه والبدايه. نهايه الاسندنج وبدايه التيست. طبعا ما تقعدش تقول هكسر تدخل في الامتحان هتشوه بس. نهايه الاسندنج وبدايه التيست. ده الميكانيزم الاولاني. طبعا ده كلهم ينزلوا في اليورين. قول لي الميكانيزم الثاني لهم. عصبوه اهو. لا معلش لقطه بس هو زود صوديوم كالسيوم ايه؟ حلو يعني الكالسيوم هيزيد في الجسم ولا لا؟ يعني هايبر كالسيميا ولا هايبر كالسيميا؟ اه حفظتها صيازايت بيزيد الكالسيوم. اقرا معايا الميكانيزم يلا عشان نخلص. اقرا معايا كده. بقول لك انهبت. شفناها ولا لا؟ الصيازايت ده انهبت اكتف ايه؟ صوديوم كلورايد كو ايه؟ اللي انا من ميسيا في النهر. في طبعا الدكتور كانت بتشرحها نوع ده ربع ساعه بس هي مش عندي. خبر مخ. انجي اسندنج ليمبو ودي سي تي طول بس انت من هنا المبريد مش عايز تعرف عشان علاقه اصلا يبقى يعني زي الموت ستاد وزي يزود ده الميكانيزم. الميكانيزم الثاني بقى يزود صوديوم كالسيوم اكسشينج ان دي سي تي اللي هو ده. هات الكلمه لو فهمت ما فهمتش. هايبر كالسيميا ولا هايبو كالسيميا؟ صدام بيزود الكالسيوم في الدم. طبعا الكلمه ازاي يا جماعه؟ عشان لو قلتها كاليميا نروح في داهيه. في كاليميا وفي كالسيميا. عيال بوتاسيوم رمزه كي صح؟ اسمه كاليميا كي ايه؟ كالسيوم رمزه سي ايه؟ اسمه كده يبقى الكلمة اسمها عشان اقرا شدها هايبر كالسيميا اهي كالسيميا شفت كالسيوم ايه؟ كالسيميا يعني زيادة الكالسيوم في الدم. طبعا ما تكتبها لما تكون فاهمها وتحفظها. ليه الصيازايت بيزود الكالسيوم في الدم؟ قول له يا بيه لحظة بص على الصابون هو بيزود الكالسيوم ايه؟ وزيادة الانسيك او الانسيكشن بيسموه هايبر كالسيوم. الميكانيزمين دول احنا عرفناهم على الصفر. بنفس الطريقه كل اللوب يلا. اللوب يشتغل ازاي يا جماعه؟ اقرا اقرا بقى عشان نفهم. اللوب بيمنع طاقه اسمها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ايه؟ فين بقى؟ سيبك من اللوب من بريدي خالص اعتبرني قلتها لك. استنج ليمب صح ولا لا؟ صح ولا ايه؟ استنج
طيب وتاني ميكانيزم اللي بيمنع مين؟ كالسيوم والمغنيسيوم بالابسوربشن. ركز معايا عشان تقول المحصله. لما يمنع رجوع الكالسيوم والمغنيسيوم هايبو ولا هايبر كالسيميا؟ هايبو كالسيميا شطار. تبقى جنبها من الحسين وابقى انت خدت عنها. طبعا مش هحكي لك حاجه للكلمه بس عشان تبقى انت تطلعها بعين ايه؟ بمخك. يبقى هنا هايبر كالسيميا والناس اللي بتحفظ ما يحفظها برضه السيازايد يزيل الكالسيوم. ولو ده الكالسيوم. اخر كلمه عشان نقفل حصتنا خلاص هنقفل حصتنا بالكلمه دي. على فكره يا شبابنا الاعزاء طبعا انت كنت بتقول يا خدناش حاجه. لا الصوره ده حصه واحده. بص يا سيدي العزيز السيازايد نوت افكتيف ان رينال فيلير او از يوز مع مجموعه طبعا في الترم الثاني مش عارف تعرفوها ولا لا. اسمها ان اس اي اي دي اس فاكرها؟ عارفين اسبرين؟ واحد منهم؟ اصبع عزك عشان المعلومه دي مهمه. انتي انفلمتوري دراجز. الرسمه لسه الحمد لله ما مشيتش. الرسمه هيفضل معانا الحصه الجايه ان شاء الله. هو علشان الدواء يشتغل ينام يصحى. اصلا الدواء اللي هو اسمه سيازايد او لو عشان يشتغل لاحظ ملحوظ ان هو لازم يوصل لمكان اكشن اللي هو صحيح. فين مكان اكشن للسيازايد؟ ها؟ لا احنا في الكلى خلي بالك. يعني يعدي الدم كله ما يعملش حاجه. يعدي الليفر ما يعملش حاجه. يعدي كل حته ما يعملش اي ركن ما يعملش لازمه. عارف امتى الدواء ده بيشتغل؟ لما يحصل له اكسكريشن في اليورين. لا صح. لما يجي يشتغل هنا. خلي بالك يا ولاد كلمه كده بيني وبين هو ما بيشتغلش من بره الكلى لا بيشتغل من جواه بيه. يعني لازم يخش جوه هنا اهو. وهنا اهو. اللعبه كلها من جوه الخليه مش من بره. اذا لازم يخش جوه اليورين نفسه. يشتغل وينزل كده. ده مش محتاج تلويزم، تلويزم ايه بقى؟ خلاص. يشتغل ويزن في الجيون الجاي. طبعا المهم انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الدواء ده اللوب او السيزار عشان يشتغل لازم يوصل لمكان اكشن صح؟ يعني لازم الافرنت يكون عامل فيه ايه؟ الافرنت ده يكون عامل فيه ايه؟ صح طيب يقول اتفضل يا بيه عدي حلو. لو الكلى بايظه الافرنت ما يوصلوش دم كفايه. اقفوا معايا عشان افهمك معلومتين قصاد بعض وروحت. لو الكلى تعبانه الافرنت اصلا الدم اللي فيه قليل حتى بيسموها الكلى عيانه رينال فيلير. ادام الدم جاي قليل يبقى كده فاشله مش عارف كويس. هيقول طب بعدين؟ ساعتها السيزايد مش هيعمل حاجه. يقول لك هيوصل اصلا ازاي؟ يبقى مش هيشتغل. ومعايا بس عشان افهمك ايه؟ يبقى هقولها بعد شويه وهقراها لك معاك بس غير معايا الصابون. السيزايد كدواء دواء سوري في اللفظ عويل ضعيف. عارف كلمه عويل؟ كسول. يقول لك لو الطريق مفتوح اوصل. طب ما اقول هرجع تاني. يا تحاول يا ما اعرفش. لا تتصرف عن اي حاجه، السيزايد يقول لك انا اخري كده، لو الطريق موجود اشتغل وانزل واعمل شغل. طب الطريق تعبان يقول لك ما اقدرش، وذلك هو نوت افكتيف ان الفريم، اللي الافرنت مش شغال كويس. طب والناس اللي بتاخد اسبرين، الاسبرين ده بيمنع تصنيع ماده اسمها بروستاجلاندين يا دكاتره. اذا لو واحد ادى اولاد بروستاجلاندين انهبيتور اللي هو اسبرين مع دواء ده ممكن يبقى مش فاهم حاجه. لو واحد بياخد دلوقتي دواء وديت انت معاه اسبرين او انتم ساسي او كيتوفان والكلام ده يبقى انت علمت عليه. لقيت الدواء بتاع السيزر ده جدا. هذا ما يخص السيزر. اسمع بس اللوب بقى لا اللوب ده عفريت. تقول له الكلى تعبانه يقول لك انا مين؟ اقول ما انت محتاج توصل اللوب ده اهو. يقول لك ايه المشكله؟ الافرنت عيان يقول لك اصلحه لك. اللقطه دي حلوه قوي. الواد اللوب يقول لك اصلحه لك. شوف عشان يشتغل يصلح الكلى. وذلك اللوب افكتيف حتى لو الكلى بايظه. ده بالعكس بقى ده بيحسن وظائف الكلى. عارف ليه؟ لك ان تعلم معلومه جامده ان اللوب ديوريتيك اللي هو لازكس بيزود تصنيع البروستاجلاندين في الجسم. قول لي يعمل ايه بقى؟ يقفل فساعتها يعمل ايه في نفسه؟ يوصل نفسه كويس ويحسن وظائف الكلى. وذلك بقى انضف دم. اسال كده مريض عن اللازكس يقول لك لازكس ده جميل استاذ ما بيحبوش قوي. اقرا معاك كلمتين قصاد بعض كده هما قصاد بعض برضه. يقول لك اقرا معايا كده. السيازايد نوت افكتيف ان ايه؟ ان افيلير اور ويز ايه؟ ناس سود يقول لك يعني كل حاجه مكتوبه ده بس عارفها نوت ريتش سايد اكشن ديو تو نقص طبعا تي تي يعني ديو تو ميموري وينك ار بي اف ار بي تي قلناها مره قبل كده ده عايزه تحتاج تبقى تحت رينال بلاد فلو اللي هي اولاد نقص رينال بلاد فلو الدم اللي وصل الكلى قليل وده عشان نقص ماده اسمها بروستا ايه؟ عامل ايه؟ بروستا يعني لما تكون قليله الدم ما يوصلش كده استاذ يقول لك مش قادر اعمل حاجه. تبقى تحاول يقول لك ما عنديش محاولات. اللوب بيقول لك انا اقدر ان شاء الله اظبطها لك. ازاي بقى يعني في ناحيه كده؟ اللوب بيزود بروستا ايه؟ طب معلش فاهمها لي. يعمل فاز ديشن ليمين
اكتبها عشان تبقى فاهم وانت بتذاكر في البيت. اوف افرين. افتح الافرين بحرف الايه يا جماعه الله يكرمك. ساعتها يزود يبلط فلو. ايه؟ الدم الوسط. الدم ده اللي هيحمل الدواء لمكان اكشن. لا هو الكلى كلها مشكله في البلد فيزيكس. ما هو مفيش دم دي حاجه ثانيه بقى ساعتها مش دواء هيحلها، لازم تديله دم من بره. لكن الدم موجود بس البلد فيزيكس تعبان. نزل بقى ولقيت معلش اكتبه بعدين بس اكتبه بعدين. يبقى تكتب كده اللي له امبروف اكتبه جنبها تحتيها. يبقى وبعدين امبروف يعني امبروف رينال فانكشن. يا شباب على فكره الوال اللي اسمه لود ريتك بيحسن وظائف الكلى حتى لو الكلى عينه بديه وشغال في اي وقت. مش تفرق معانا، مش تفرق معانا جدا يا شباب. ماشي يعني هيزود طيب ده عشان انا هجيب الحصه الجايه بس على بعد كارثه بس كارثه بس عشان يبقى خلصنا منها. لا هيزود الشغل بتاعنا عشان هو عمل بس الكارثه بس يا جماعه عشان تبقى روح نقطع دخل كتير للكلى فهمتي. الكارثه في الاكشن بس تعالى بقى نخلص منها عشان حفظناه بقى وخلاص ماشي. مش هو بس هو الاستعداد بيعمل في الكالسيوم ده ما بيعملش فاز. لا ده يعني عليه رقم خمسه في الاكشن وروح بقى اتبع لي كده النهارده. الاكشن رقم خمسه هنا بس ما يمشي بقى نكمل الحصه الجايه. هايبر كالسيوم عرفت ليه؟ وهنا هايبو ايه؟ انا قلتها مره الحصه الجايه كمل ان شاء الله. فهمتي؟ هنا 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 بتاع ده هنا بيقلل البروستا جلاند ايوه فبيقفل الافرنت يعمل بس كونستريكشن للاخر. ده الاسبرين اللي بيعمل كده عشان كده ما ينفعش ناخده. حصه النهارده خلاص كده انت بكره جنرال ان شاء الله. فين كده ده احنا هناخد راجع جنرال. هنراجع جنرال ازاي النهارده يعني؟ بس دي روح عليا.